التمييز في تطبيق القوانين ضمن المحسوبية والمناطقية والفئوية أمر أثار سخط أبناء عشائر الضلوعية من استثناء قبيلة الجبور التي ينتمي إليها محافظ صلاح الدين عمار الجبوري من هذا القرار، معربين عن حجم الضرر الذي سيترتب على خلفية هذا القانون. بالجملة والتفصيل، رفض عشائر الضلوعية قرار تصفير الأراضي لاستخدامها في أغراض توسعة المناطق، والذي استثنت منه تلك الأراضي التي تعود لأبناء قبيلة الجبور التي ينتمي لها محافظ صلاح الدين. هذا التمييز في تطبيق القوانين والقرارات أثار سخط الأهالي هناك، مطالبين بالابتعاد عن التمييز في التعامل. قام تصفير الأراضي من عشائر الموجودة في الضلوعية، عشائر خسرج والسوامرة والبجواري والبني سعد والعباد والبفراج. نطالب بإلغاء هذا القرار من السيد وزير البلديات ومن الحكومة، وهاي وقفتنا اليوم وقفة عشائرية سلمية ما بيها، بس انه نطالب على إلغاء هذا القرار. في حالة تبرر هذا المشروع راح يصير معارضات كثيرة من الناس، كون الناس مضررة ومصالحها تضرر، واحنا ندعو لتوسع الشوارع وليس ندعو لتوسع داخل. المتظاهرون بينوا ان هذا التصفير سيحطم مستقبل الالاف من العوائل، لكون هذه الاراضي التي سيتم مصادرتها هي المصدر الوحيد للعيش لسكنة تلك المناطق، ليطالبوا بضرورة إلغاء هذا القرار الذي سيدمر اقتصاد مناطق بأكملها. نحن لا نتبع أي جهة سياسية ولا ندعم أي جهة سياسية، كل ما هنالك نحن وناس نوقع علينا حيف وظلم كبير من حيث تصفير أراضي يعتاش عليها الآلاف من الناس، تحوي على آلاف من المنازل، المئات من البساتين، الكثير من الأراضي الزراعية لأناس لا يمتلكون غيرها كمصدر عيش ورزق لهم. نحن لسنا ضد التطور ولسنا ضد العمران ولسنا ضد التوسعة، ولكن هناك أراضي بديلة كثيرة من الممكن تنفيذ عليها مشروع الشركة التي تريد أن تقوم بأعمال في هذه المنطقة. ليس من الضروري أن يكون توسيع الشركة على حساب شرائح المجتمع المسحوقة. نطالب الجهات المسؤولة والتي بيدها الأمر أن تنظر بعين الاعتبار هذه الأضرار الكبرى التي ستقع على المواطنين في حال تم تنفيذ هذا القرار، ونرجو بل ونطالب وبشدة بإلغاء هذا القرار الجائر. الغاية عادة ما تبرر الوسيلة، ولكنها هذه المرة لم تحرك ساكنا، لكون الوسيلة وكيفيتها لم تكن قادرة على تبرير غايات تبنى على دمار مجتمعات ومناطق كبيرة. جميل الغزالي، قناة الرشيد الفضائية، محافظة صلاح الدين.